ويا وفقت عمرو ما فقت، وانا كي البارح فقت ضربة خاطئة تهزت بيا القامة كاملة تهزت بيا. دقايق خلعتني شوية وفقت عمرو ما فقت، وانا كي البارح فقت ضربة خاطئة تهزت بيا القامة كاملة تهزت بيا ثلاثة قل خمسة صافي فقت بها البارح. كل شيء الدراري فاقوا بها، ماشي المرأة الدراري كل شيء فاقوا بها. ما درت والو، درتو على الكويس ديالها تا قعدت شويه في البالكونه وليت نعس. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر موقع المحلي ندريوش، موقع محترم جدا، موقع اصوات دريوش يستقر انت براتي الراي العام، موقع محترم جدا. اولا الطرق الظاهره يعني الزلزالي غنغي وقع عند ديال الريف ضنات، سواء دي دريوش ني دي الاقاليم المجاوره دي الحسيمه، يعني مش صريغ يعني دي المواقع التواصل الاجتماعي تغت هزه قويه نشوف سيفتي يعني وكيس حسخ شاي، ولكن مش سقسي غي ودان في الغبارة يعني ودان سدي في المرة غزي ودان الغبارة ونشوف وكيس حسخ شاي، ولكن مش سقسي تغت يعني تغت هزه قويه جدا. وتمني ربي ان شاء الله هذي يحفظ والله يتف حسب الزنزالي دنا شي نوصل نتي والو وزن حس جاي. ومثلا ما ريوك هذه المدرسه يا الزنزالي غنمشي من ديك غيني غنشري نقيم نقوم فيها نغوا دي ميسان كود ميسان فمي مي وغنمشي الامكانيات ما يصغنا عروار نخش نحش غير مؤسسه فهم. ايوا ما راهي كثار زنزالي غنسقر عندي الساحه انا غنهضر زمي غنسقر. اش من ماني تحس ماني سريدي الا زلزالي وكذا غنصبح سين شو واحد سخشي قار غايك هو مثلا مرات ويكتا دي المؤسسات تاني طريقين ان شاء الله ماني سبع عايز رغد الاعلان دي فيسبوك باللي قيبت الزنزال خمسة فاسل وقيرا اربعة ورا من اين لا لا الخوف ما من صعب وزيز موت مرحبا زيز الرحمن الرحيم. اول حاجة كنشكرو اصوات دريوش اللي كيسولونا في الشوارع، كنا هادشي كنشوفو غير في المدن الكبرى ودابا الحمد لله راه بدا كيتوفر عندنا في الدريوش. هو صراحة انا ما حسيتش بالزنزال، وعلى ما كنشوف انا في مواقع التواصل الاجتماعي الضربة ديال الباح كانت مجهدة شوية، وكنطالبو من هاد المؤسسة هادي ما يقريوناش في الاقسام. علاش؟ ولا مشى طاح علينا شي حاجة؟ راه المدرسة راه راشية، نهضرو الواقع. انا كنطالب منهم يقريونا في لاتيراز ديال السبور ولا في وسط الساحه. حسيت بالقوه ديالها؟ لا ما حسيتش بها، ما نكذبش عليكم. القوه ديالها بشحال؟ قالوا لي القوه ديالها كانت كبيره. المهم اول حاجه نتشكر سي ميمون بوعزاتي خلي استضافه الاصوات الدريوش كذلك تواكب جميع الاحداث اللي جان ديال المنطقه. ايضنات سجلت غجوينين 3 قبل 5 دقائق مني تقريبا شتو غيا الله تقعد تفرج كج المسلسل ديال اليوتيوب عبر اليوتيوب سي الله سقسي باش خفي كيز حس القوه ديال الزلزال تغاجن القوه تقصح حتى يعني سي يزي الفراش ينوت تقريبا المصطلح حوالي سرح يوت حس الزيسن بانه الدقوس نسلوك غدا اخر الله يحفظ انه الدقوس كاغ نخذفو دغيا زيت السوث غزاق ثار وينو يا ميا وفي خت نتصن وكي غنسخر عرض الفاجعيني ارز مغسراج غزاق الجيران ما واش يجن يفاق انت ما واش يجي في غبره من زيت غاج القوه تجهد. ونتمنى الله سبحانه وتعالى يرفع الوباء هذا ونتا دي سبدريتي ذات الزلازل دي دوم نروحوا اكثر من 4 سنوات تقريبا شي مهدين نتاكد. ونتمنى زي كوداني دار ديال الحسيمه ان شاء الله اني غيث ربي خاصني يلطف وتيري بوش الكارثه نغني والمنطقه يا وتحمل بو الكوارث زي منطقه الشمال تقريبا منطقه من سيا منطقه من كوبا زي جميع القطاعات تقريبا بلا ما نزيد اخا غيكمل ان شاء الله الزلزال المنايا نتمنى نتمنى سيدي ربي العالمين غادي يسبد وغادي يلطف غادي يسبد من غاس وصافي. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي واحد السوشي من اللي غادي يلف ظاهريا الزلزال عندي ظاهره كونيه عاديه المنطقه نار الريف بصفه عامه تشهد بين الفينه والاخرى ارتدادات زلزاليه كما عشنا في السابق سنوات 2004-2005 كانت هزات أرضية قوية عنيفة راح ضحيتها مجموعة من المواطنين أو الضحايا في منطقة الحسيمة، وكانت ارتدادات كذلك قوية مناطق العروي دريوش. لا حقيقة ما حسيتش، يقال أنه مع ديك الثلاثة يمكن الربعة الصباح يعني منطقة ديال الدريوش شهدت ارتداد زلزالي ولكن لم أجهد ولم أسمع به. شكرا
اخ ميمون. بصراحه نشوف واحد السخشه لان يودانا الطاس حسن الزايس. زلزال مساله عاديه جدا لان كره موريد زوران غادي تجي حتى المناطق اخرى ديال المغرب. على سبيل المثال اموني ديال الحسيمه وقع عند جطام قرانت بالنسبه للزلزال راح نديس الضحايا راح نديس رخي وسام در اخبار سني بان موقع عند شقه ديتو درين. وبكل صراحه اخبار الشارع قال غثرثه قل 5 دقائق نجيرث يعني يوقع جن زلزال يوقع جن الصوت والله العظيم سبحانك يا جليل. مرين غير جنوا ورا خويا ميمون والله العظيم وشاهد على ما اقول يعني ورجيخت يصغر السيد ينا كيفاش شك وتحس دوس الزلزال تقي وقت الزلزال والله العظيم الى سبحان الله ما يدوس فضاء الشارع فضاء العمل ينو وفي خصام الزلزال سبحان الله بعد انت يرجع مش نقاط فونت الصح لان وخا نخسي ربي الزلزال ان شاء الله لان ربما سبحانه وتعالى عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم لان الزلزال يمكن يصفق غنغ نشين كمسلمين ربما دينا تصن حوايج تي سبحانين وسنتيد ولكن شين ونزمان قمض زي رحب انصدار بيه.